ازدياد تأثيرات الكتلة الهوائية الباردة في عموم المنطقة خلال منتصف الأسبوع. التفاصيل بعد الفاصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت، شركة جميل بسطامي وأولاده، وكلاء إطارات بريدجستون وفايرستون في المملكة، حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده، المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري، كبسولات قهوة الإسبريسو الفاخرة بالميو. متابعينا في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نهار اليوم سالت أجواء صافية خلال ساعات الصباح، لكن هذا الصفاء كان مؤقت بسبب بدأت تعثر المملكة تدريجيا بغيوم ماطرة قادمة من البحر الأبيض المتوسط، هي ناتجة عن استمرار لتأثر عموم منطقة الشرق الأوسط أو شمال الشرق الأوسط، وأيضا منطقة البحر الأسود وشرق البحر الأبيض المتوسط، بكتلة هوائية باردة ضخمة الحجم. هذه الكتلة تتمركز في هذه المنطقة، تعمل على تجدد وتكرر فرص الأمطار في أكثر من مناسبة على المملكة. يتجدد هطول زخات الأمطار خلال ساعات مساء يوم الأحد، تتراجع قليلا فرص الأمطار نهار الاثنين، لكن تعود وتتجدد مجددا اعتبارا من ساعات ليل الاثنين على الثلاثاء وخلال ساعات نهار يوم الثلاثاء، مع اشتداد واضح في تأثيرات الكتل الهوائية الباردة خاصة يوم الثلاثاء، مع انخفاض حاد على درجات الحرارة وأيضا فرص لهطول في العديد من المناطق. نبدأ نشرتنا باستعراض هذه الخرائط لتوزيع درجات الحرارة في طبقات الجو العالية اعتبارا من نهار اليوم الأحد وحتى منتصف الأسبوع. هذه الكتلة الهوائية الباردة المسيطرة على عموم المنطقة هي ضخمة الحجم، تسيطر على عدة مناطق من هذه أو من منطقة الشرق الأوسط وأيضا المناطق المطلة على البحر الأسود. يوم الأحد تتمركز أو يتمركز الجزء الأبرد من الكتلة الهوائية الباردة فوق الأراضي التركية، يتحرك تدريجيا يوم الاثنين أو يتحرك جزء منه يوم الاثنين باتجاه جزيرة قبرص ثم الأراضي السورية. يتراجع تأثيرها هذه الكتلة الهوائية الباردة قليلا نهار يوم الاثنين، لكن اعتبارا من ساعات ليل الاثنين على الثلاثاء ومع اندفاع للمرتفع الجوي فوق غرب القارة الأوروبية، سيعمل على اندفاع الجزء الأبرد من هذه الكتلة الهوائية الباردة نحو شرق البحر الأبيض المتوسط ومنها بلاد الشام والمملكة. التأثيرات الأقوى لهذه الكتلة الهوائية الباردة ستكون نهار يوم الاثنين على شكل انخفاض حاد على درجات الحرارة وأيضا تجدد فرص هطول زخات الأمطار البرد وحتى الثلوج. هذه الحالة ستكون عبارة عن حالة من عدم الاستقرار الجوي متفاوتة الشدة من منطقة إلى أخرى. الثلوج متوقع أن تهطل على العديد من مناطق المملكة بسبب الانخفاض الحاد على درجات الحرارة بسبب هذه الكتلة الهوائية الباردة، وبالتالي الثلوج ستشمل العديد من المناطق مما فيها المدن الرئيسية، لكن بشدات مختلفة من منطقة إلى أخرى. تستمر تأثيرات هذه الكتلة الهوائية الباردة خلال ساعات ليلة الثلاثاء على الأربعاء وحتى نهار يوم الأربعاء على أن تبدأ تتراجع تأثيراتها اعتبارا من نهار يوم الخميس وخلال عطلة نهاية الأسبوع، مع ارتفاع من جديد على درجات الحرارة. نستعرض الآن وإياكم تفاصيل الهطولات المطرية والثلجية المتوقعة اعتبارا من نهار يوم الأحد وحتى يوم الثلاثاء. يوم الأحد كما ذكرنا بدأت الأجواء صافية أو بدأ نهار يوم الأحد بالأجواء الصافية، لكن تتمركز كميات من الغيوم الماطرة فوق عموم شرق البحر الأبيض المتوسط بسبب الكتلة الهوائية الباردة. تتحرك تدريجيا هذه الغيوم الماطرة اعتبارا من ساعات ما بعد ظهيرة يوم الأحد نحو المنطقة الشمالية والوسطى من المملكة، تعمل على هطول زخات من الأمطار وأيضا زخات من البرد. تتراجع تأثيرات هذه الغيوم الماطرة قليلا يوم الاثنين، لكن تستمر الأجواء شديدة البرودة وأيضا غائمة إلى غائمة جزئية خلال ساعات نهار يوم الاثنين، لكن مع اندفاع المزيد من الرياح القطبية يوم الثلاثاء أو اعتبارا من ليل الاثنين على الثلاثاء تحديدا وخلال نهار يوم الثلاثاء، يتجدد تشكل هذه الغيوم الماطرة فوق مياه شرق البحر الأبيض المتوسط تتحرك نحو المنطقة وعموم مناطق المملكة خلال ساعات نهار يوم الثلاثاء، سواء الشمالية الوسطى وحتى الجنوبية والشرقية. هذه الهطولات تكون عبارة عن زخات من الأمطار أو البرد أو حتى الثلوج ستكون على ارتفاعات متدنية نوعا ما،
تشمل عدة مدن رئيسية، لكن تتركز الهطولات هذه المرة في المنطقة الجنوبية حيث يكون التأثير الأكبر لهذه التساقطات الثلجية. تستمر فرص هطول زخات الأمطار البرد وحتى الثلوج خلال ساعات ليل الثلاثاء على الأربعاء. يوم الأربعاء تستمر الأجواء قارصة البرودة، لكن تستمر فرص هطولات الثلجية أو المطرية في المنطقة الجنوبية وتتراجع في المنطقة الشمالية والوسطى، على أن يميل الطقس الاستقرار تدريجيا مع ساعات ما بعد ظهيرة يوم الأربعاء وخلال ساعات مساء يوم الأربعاء. نذهب الآن للعاصمة عمان وتوقعات الجوية لهذه الليلة. تستمر الأجواء شديدة البرودة، درجة الحرارة المقاسة ستكون درجة مئوية واحدة فقط مع فرصة لهطول زخات من الأمطار أو الأمطار المخلوطة بالثلوج. المحسوسة ستكون درجتين مئويتين تحت الصفر. الرطوبة مرتفعة والرياح تكون شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. بالنسبة للتوقعات الجوية للثلاث أيام القادمة للعاصمة عمان، نبدأ من يوم الاثنين. يوم الاثنين أجواء غائمة جزئيا باردة، 6 درجة مئوية كحرارة العظمى، أما الصغرى تنزل لدرجة مئوية واحدة فقط مع فرصة لهطول بعض زخات الثلوج المتقطعة. يوم الثلاثاء أجواء قارصة البرودة، 3 درجات مئوية فقط كحرارة عظمى، مع بدء تأثر المملكة بالجزء الأبرد من هذه الكتلة الهوائية الباردة، فرصة لهطول زخات من الأمطار وحتى زخات الأمطار مخلوطة بالثلوج وحتى الزخات الثلجية في العديد من الأحياء من العاصمة عمان. أما ليلا تنخفض لدرجة مئوية واحدة فقط تحت الصفر مع فرصة أيضا لهطول زخات ثلجية تكون متقطعة بشكل عام. يوم الأربعاء ترتفع قليلا درجات الحرارة، يميل الطقس الاستقرار تدريجيا، لكن تستمر الأجواء قارصة البرودة، 6 درجات مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى درجة مئوية واحدة فقط فوق الصفر. بالنسبة للتوقعات الجوية لباقي المدن الأردنية ليوم الاثنين، نبدأ شمالا، أجواء غائمة جزئيا لكن باردة، المفرق 9 إلى درجتين، إربد 10 إلى 4، جرش 9 إلى 3، وعجلون 9 إلى 3 درجات مئوية. المنطقة الوسطى أيضا أجواء غائمة جزئيا في عموم المناطق لكن شديدة البرودة، العاصمة عمان 6 درجات مئوية فقط، أما الصغرى درجة مئوية واحدة فقط، مأدبة 7 إلى 2، البحر الميت 17 إلى 10، البلقاء 7 إلى درجتين، والزرقاء 9 إلى 3 درجات مئوية. المنطقة الجنوبية الكرك 6 إلى درجتين، الطفيلة 6 إلى درجة واحدة، الشوبك 4 إلى درجتين مئويتين تحت الصفر، معان 10 إلى 1، والعقبة 18 إلى 9 درجات مئوية. المنطقة الشرقية الأزرق 12 إلى 3، الصفاوي 11 إلى 1، ورويشة 12 إلى درجتين مئويتين فقط. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت، شركة جميل بسطامي وأولاده، وكلاء إطارات بريدجستون وفايرستون في المملكة، حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده، المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري، كبسولات قهوة الإسبريسو الفاخرة بالميو.